عشرة كانون الأول سنة 2008 مصانع الملائكة. كانت جباليا وبيت حانون ورفح ومدينة غزة محطات رئيسية في خريطة الجحيم الخاصة بي. مهما نشر الإعلام الأوروبي وردد بطريقة ببغاوية ما تقوله القيادة العسكرية الإسرائيلية كذبا عن الأوضاع في غزة، إلا أنني شخصيا كنت في الأيام القليلة الماضية شاهد عيان على قصف المساجد والمدارس والجامعات والمشافي والأسواق وعشرات من الأبنية المدنية. إن مدير مشفى الشفاء أكد لي أنه تلقى اتصالات من عناصر في الجيش الإسرائيلي تأمره بإخلاء المشفى فورا، وإلا فإنه سيواجه عقوبات تمطره بالصواريخ. علي إذن أنا أن أنام في منطقة المرفأ. هذا المرفأ كان عرضة للقصف الليلي المتواصل، لم تعد تسمع فيه أصوات صفارات سيارات الإسعاف خلال جولاتها المحمومة، ولسبب بسيط هو أنه لم تبقى أرواح حية في منطقة الميناء والضواحي المحيطة بها. الجميع أموات، ويبدو الأمر كأنك تدوس في مقبرة إثر وقوع زلزال. الوضع أشبه ما يكون بوقوع كارثة طبيعية. إنه حقد دفين جهنمي صب فوق رؤوس الناس في غزة مثل الرصاص المسبوب، ممزقا الأجساد البشرية إلى قطع. وعلى عكس كل التوقعات، هذا العدوان وحد الجسد الفلسطيني وجمع بين أبنائه حتى الأشخاص الذين كانوا لا يلقون التحية على بعضهم البعض بسبب انتمائهم إلى فصائل متعارضة، وجدوا أنفسهم متحدين عبر معاناتهم الجماعية المشتركة. إذ إنه عندما يسقط وابل القنابل من السماء على ارتفاع 10,000 متر، عليك أن تكون على ثقة أنها لن تقوم بالتفريق بين رايات حماس أو فتح. المدلات من الموافذ، كما أنه ليس هناك ما يسمى بعمليات عسكرية أشبه بالجراحية بدقتها. فعندما تبدأ القوات الجوية والبحرية قصفها، فإن العمليات الدقيقة التي يمكن القيام بها هي العمليات الجراحية التي يقوم بها الأطباء بلا تردد لقطع أطراف الأجساد المسحوقة، حتى ولو كان بالإمكان إنقاذ تلك الأيادي أو الأرجل. فليس هناك وقت، عليك بالركض بالركض بالركض. فالوقت الذي ستضيعه بشكل جدي بمعالجة الأطراف المصابة ربما يسبب وفاة للجريح التالي الذي ينتظر دوره لعملية نقل دم. في مستشفى الشفاء يوجد 600 مريض،
حالتهم حرجة إلى حد كبير، ما عدا توفر سوى 29 جهاز تنفس اصطناعي. لديهم نقص في كل شيء، خاصة في الكوادر المؤهلة. لهذا السبب بعينه كنا منهمكين، ليس بسبب قلة النوم، وإنما بسبب لا مبالاة وردوخ الحكومات الغربية شركاء إسرائيل في جرائمها. قررنا الليلة الماضية إرسال إحدى السفن التابعة لحركة غزة الحرة من ميناء لرنكا في قبرص، حاملة طاقما طبيا وثلاثة أطنان من الأدوية. انتظرتهم من دون جدوى. كان من المفترض أن ترسو السفينة في الثامنة من هذا الصباح. لقد اعترضتهم 11 سفينة حربية إسرائيلية على بعد 90 ميلا بحريا من غزة، محاولة إغراقهم في المياه الدولية. لقد صدموهم 3 مرات، مسببين خللا في عمل المحرك وتسربا في هيكل السفينة. بالصدفة المحضة بقي الطاقم والراكب على قيد الحياة، حيث قرروا إرساء المركب في ميناء سور في جنوب لبنان. ورغم ازدياد إحباط رفاقي بسبب صمت العالم المتحضر المصم للآذان، فإنهم سيقومون بمحاولة ثانية قريبا. لقد قاموا بتفريغ الأدوية من مركبنا المتضرر المسمى الكرامة، وحملوها على مركب آخر جاهز للإبحار متوجها بشكل مباشر نحو غزة. كانت أسئلة بعض الصحفيين الذين أجروا معي لقاءات تتمحور حول الوضع الإنساني للفلسطينيين في غزة، وكأن المشكلة تنحصر فقط في الطعام والماء والكهرباء ونقص الوقود، أكثر من تمحورها حول من هو السبب الفعلي لكل هذا المآسي عبر إغلاقه الحدود، قصفه مراكز الإمداد بالماء ومحطات توليد الكهرباء. رأيت في مشفى العودة جثثا لا تنزل من سيارات الإسعاف فقط، بل من العربات الخشبية التي تقتلها الحيوانات أيضا. تقوم الدبابات والطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار وطائرات الأباشي وأعنف جيش في العالم، جميعها تقوم بمهاجمة أناس يستخدمون الحمير كوسيلة نقل أساسية لهم، كما في زمن المسيح عليه السلام. لغاية هذه اللحظة تأثر 55 طفلا بسبب سقوط القنابل، بينما توفي 20 شخصا وأصيب 35 بجروح بليغة، وذلك تبعا لمركز لحقوق الإنسان. حولت إسرائيل المستشفيات الفلسطينية إلى مصانع للملائكة، غير مدركة حجم الكراهية التي جلبتها لنفسها في فلسطين وبقية العالم. مصانع الملائكة هذه تعمل
بدورات عمل متواصلة هذه الليلة أيضا أستطيع الجسم الحزم في قولي أني أسمع أصوات الانفجارات من بيتي من هنا من نافذتي. هذه الجثث المبتورة والمقطعة إلى قطع صغيرة التي تبددت قبل أن تسنح لها الفرصة بالتفتح ستبقى كابوسا يتكرر أمامي لبقية أيام حياتي. وإذا كان لا يزال باستطاعتي إيجاد القوة الكافية للحديث حول موتهم فإن مرد ذلك أنني أريد تحقيق العدالة تحقيق العدالة تحقيق العدالة لهؤلاء الذين لم يعودوا يمتلكون صوتا كي يسمعونه لأولئك الذين لم يكن لهم يوما أذان بها يسمعون. حافظوا على إنسانيتكم حافظوا على إنسانيتكم حافظوا على إنسانيتكم.